معنا عبر الهاتف محمد المقرمي، رئيس مركز كوب للدراسات والإعلام الإنساني. مرحبا بك معنا أستاذ محمد. مرحبا بكم جد. بما تفسر نهب الميليشيا الحوثية لجزء كبير من المساعدات النقدية الإنسانية والمقدمة للفقراء في مناطق سيطرتها؟ هذا أمر ليس بجديد. جماعة الحوثيين منذ البداية وهي تسعى إلى الاستفادة من كل المؤسسات والاستقطاع، خاصة في مجالات المساعدات الإنسانية، سعت للإنتاج ربي معاناة المدنيين، وسعت إلى إنشاء ما يسمى مجلس الشؤون الإنسانية. وللأسف الشديد الأمم المتحدة تجاهر أيضا بالتعامل معه بشكل علني، حتى ترفع اسمه ضمن المخصصات المالية التي تنشرها على تقاريرها في موقعها الرسمية دون أدنى خجل، مع أنها وهذا يتعارض تماما مع معايير وأخلاقيات العمل الإغاثي والإنساني، ويتعارض مع الشفافية التي يفترض أن تتبعها الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية. مسألة الاستقطاعات هي أيضا في مختلف البرامج، سواء في الأمن الغذائي والأمن الصحي. الأمن الصحي أنشأوا صناديق أيضا في المستشفيات للسيطرة على هذه المبالغ والاستفادة منها ورفض الجبهات. كذلك الاستقطاعات المالية، لكن المؤسف أن تصل إلى الضمان الاجتماعي، وهي الأسرة الفئة التي تعتبر أشد الأسر أو أشد الفئات تضررا من هذه الحرب، وهي كانت تتلقى المساعدات الإنسانية من قبل هذه الحرب، تتلقى مبالغ مالية. هناك ما يسمى بالضمان الاجتماعي. الميليشيات الحوثية لا تخجل من هذه الممارسات، هي تسعى إلى رفض جبهاتها، تسعى إلى رفض محاربيها، وتستغل المدنيين في مصدرتها، تستغل المؤسسات، تستغل جهود المنظمات، تستغل رجال مال الأعمال. كل هذا تسعى إلى الاستفادة منه من أجل تمويل حربها.